السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء المقبل في الرياض. بيان مؤتمر المانحين الختامي في جدة يؤكد تقديم أكثر من 1,100,000,000 تعهدات لمنطقة الساحل وتشاد. والمملكة تتعهد بتقديم 30,000,000 دولار لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، بدءا من الغد انطلاق أعمال القمة العالمية للتحول الرقمي في القطاع. أحييكم. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سوف تعقد النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء المقبل في الرياض تحت شعار أفق لا متناهٍ. الاستثمار اليوم لصياغة الغد. يشارك في المبادرة أكثر من 5,000 ضيف و500 متحدث لأكثر من 200 جلسة. أكد البيان الختامي لمؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد أن التعهدات المالية تخطت حاجز 1,000,000,000 دولار بدعم من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة. بلغت التعهدات التي أعلنت اليوم أكثر من 1,100,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى التعهدات العينية، وجاءت من أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة. نجدد حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تكون جهودنا متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع كافة الجهات لتحقيق أهدافنا الإنسانية النبيلة. هذا وأكد المشرف على مركز الملك سلمان الدكتور عبد الله الربيعة أن المملكة تعهدت بتقديم 30,000,000 دولار للساحل وبحيرة تشاد. تقديمه من المملكة العربية السعودية لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد ما يزيد على 2,500,000,000 دولار أمريكي. أصحاب المعالي والسعادة، منذ بداية هذا العام نفذت وتنفذ المملكة مشاريع في منطقة الساحل وبحيرة تشاد من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبالغ تجاوزت 21,000,000 دولار أمريكي، كما نعلن اليوم تعهد المملكة العربية السعودية بمبلغ إضافي قدره 30,000,000 دولار ليصبح مجموعة ما خصص لهذه المنطقة منذ بداية عام 2024 51,000,000 دولار أمريكي. كما أوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن المملكة وظفت إمكانياتها السياسية والاقتصادية في خدمة المجال الإنساني العالمي.
المملكة العربية السعودية من خلال تأثيرها القوي في المنطقة، من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا من خلال علاقاتها مع المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة، وذلك من خلال وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، فإننا نناصر من أجل عملية يتحقق فيها السلام، وأن يكون ذلك أساسا لنجاح أي استجابة إنسانية. إذن عندما نحل صراعا وأن نقدم الاستقرار والسلام، هذا هو الأولوية الأولى. وأشار الربيع أيضا إلى أهمية برامج التعافي التي تقدم للدول في المجال الإنساني من خلال التعليم، وأن هناك قرابة 2000 طالب من تلك الدول يدرسون في جامعات المملكة. وألا ننسى برامج التعافي، وهذا يعود بنا إلى برامج التعافي التي قمنا بها مع يونيسف، وهي ابتكارية، وذلك مثل أن تكون هناك محطات إذاعية لتقديم المناهج التعليمية، وكذلك الاستفادة من شراكة الحكومة، وكالات الحكومة السعودية. مثلا هناك شراكات مع وزارة التربية والتعليم لأن يكون هناك أطفال من وطلاب الجامعات في هذه الدول لكي يأتوا ويدرسوا في الجامعات السعودية. هناك تقريبا 2000 من طلاب الجامعات في هذه الدول يدرسون في الجامعات السعودية، ونقدم لهم برامج بناء القدرات، ونأمل أن يكون ذلك بداية لتحقيق التعافي على المدى الطويل. هذا وكان نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي قد أكد في افتتاح أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، أكد أن المملكة تقدم المساعدات للدول المتضررة دون تمييز. إن المملكة العربية السعودية لم تألو جهدا عبر تاريخها على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين حول العالم بلا تمييز، تجسيدا للقيم الإسلامية النبيلة واستلهاما لمبادئ التضامن وروح التعاون والتكاتف. كما أشار نائب وزير الخارجية أن أكثر من مليار دولار حجم مساعدات المملكة في 2023، حيث سخرت كافة الإمكانات والموارد في خدمة القضايا الإنسانية عبر ذراعها الإنساني الرائد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤملة أن تسهم هذه الجهود الفاعلة للمملكة في هذا الميدان في إرساء الأمن والاستقرار، وأن يسود السلام كافة الأرجاء، وهو ما يجعلها من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي للعام 2023، والأولى على مستوى الدول الإسلامية والعربية بإجمالي مساعدات بلغت 1,239,000,000 دولار. وخلال المؤتمر أوضح أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه أن المملكة دائما تدعم أعمال المنظمة الإنسانية. فإن المملكة العربية السعودية تستديم تقليدا عريقا لدعم بلدان أفريقيا الصديقة، كما تبين التزامها بمبادئ التضامن، فقد ظلت تدعم دوما أعمال منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد. هذا ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 25,000,000 دولار، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد المنعقد في مدينة جدة.
للحديث حول نتائج أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين ودور المملكة الإنساني حول العالم ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منيف الملافخ. مرحبا بك دكتور منيف. بداية السؤال الذي يطرح الآن وأيضا يطرح بقوة، إلى أي مدى تسهم تلك المساعدات الإنسانية من المملكة وأيضا الدول المانحة لمنطقة الساحل وتشاد في تعزيز هذه التنمية في تلك المناطق؟ مساء الخير أستاذة منى لك وللمتابعين الكرام. الحقيقة هذا المؤتمر الذي يعقد في المملكة العربية السعودية وينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة العمل الإسلامي، هو يأتي حقيقة انطلاقا من مبادئ المملكة الراسخة في مد يد العون والمساعدة للمحتاج أيا كان هذا المحتاج. المملكة لها سجل مشرف في مسألة مساعدة المنكوبين سواء ما نتج عن الحروب التي عمت بعض الدول في القارة الأفريقية وفي الساحل تحديدا وبحيرة تشاد كالحرب السودانية والأزمات التي يمر بها الصومال وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأفريقية أفرزت هذا النزوح وهذه المجموعات البشرية الهائلة التي أصبحت تعيش تحت وطأة الظروف الصعبة، وبالتالي المملكة تنظر إلى هذا الأمر كجزء من مبادئها الدينية ومبادئها الإسلامية. وانعقاد المؤتمر يأتي ضمن جهود المملكة لمساعدة المحتاجين وتميزها في العمل الإنساني، مما أدى إلى أن المملكة ينظر لها اليوم كدولة رائدة في العمل الإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بالتالي هذه المجموعات البشرية التي تقدر بالملايين التي نزحت من بلادها بسبب الظروف التي ذكرتها هم حقيقة في حاجة إلى العون، إلى المساعدة، إلى المأوى، إلى الغذاء، إلى أمور كثيرة حقيقة. وبالتالي المملكة تستشعر هذا الدور وأهمية هذا الدور ولا تفرق حقيقة بين المجتمعات وبين الشعوب كجزء من رسالتها العالمية. مواقف المملكة تعبر عن رسالتها العالمية التي هدفها الإنسان أينما كان، ورأينا في عملية الإجلاء التي حصلت عند بداية الحرب السودانية بين الجيش السوداني والدعم السريع كيف أن المملكة سيرت جسور بحرية وبرية لنقل جميع الرعايا، رعايا الدول بدون استثناء وبغض النظر عن ديانتهم وبغض النظر عن انتمائهم لأي دولة. فهذا المؤتمر في اعتقادي أنه يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتقديم هذه الرسالة الإنسانية التي اشتهرت بها منذ تأسيسها. نعم، إذن جهود المملكة الإغاثية وأيضا الإنسانية كما ذكرت، وأيضا كما يعلم الجميع ويدها الحانية تشمل جميع الدول المنكوبة حول العالم وهم بأمس الحاجة لهذه المساعدات الإنسانية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور منيف الملافخ الكاتب وأيضا المحلل السياسي، شكرا على هذه المشاركة. إنسانيا كذلك، وصلت الطائرة السعودية الإغاثية 13 إلى بيروت وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ضمن الجسر الجوي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة ودعم الشعب اللبناني. ولا زلنا في ملف جهود المملكة الإنسانية حول العالم، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة لدعم القطاع الصحي في الصومال، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة المرحلة الثانية من مشروعات طبية متميزة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى.
أطلق مركز الملك سلمى للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع غسيل الكلى الأول من نوعه في الصومال لتقديم خدمات طبية مجانية إلى جانب بنك الدم الوحيد في البلاد. وحضر تدشين سفير المملكة لدى الصومال وعدد من مسؤولي المركز برئاسة مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية ووزير الصحة الصومالي. الحكومة الصومالية أعربت عن شكرها لهذه المبادرة الإنسانية التي تعزز من قدرة القضاء الصحي. هذان المشروعان مشروعان أثر على حياة الشعب الصومالي كثيرا، ونحن كشعب الصومالي مدينون وكحكومة صومالية مدينون لإخواننا في السعودية، والشعب لا ينسى هذا المعروف وسيتذكرون دوما هذا المعروف. السفير السعودي يؤكد التزام المملكة بدعم الأشقاء في الصومال للتخفيف من معاناتهم وتعزيز الخدمات الصحية. هذان المشروعان هم تحت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني بالمملكة السعودية، وهي تأتي بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الله يحفظهم الله لدعم القطاع الصحي في جمهورية الصومال الفيدرالية، وبإذن الله يكون هذان المشروعين يقدمان الخدمات الصحية للشعب الصومالي الشقيق. تشرفت هذا اليوم وبمهية معالي وزير الصحة الصومالي وسعادة سفير المملكة في الصومال بافتتاح المرحلة الثانية من مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر في مقديشو الذي يمول بالكامل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك افتتحت بمعيتهم بنك الدم المركزي الذي يقدم خدماته بالمجان لجميع الأشقاء الصوماليين. مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل. توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى الثلاثاء المقبل وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق في المملكة. أحييكم من جديد. تختتم أمانة منطقة الرياض اللقاءات التي عقدتها مع السكان والمهتمين لإطلاعهم على مراحل مشروع مواقف الرياض، وكانت الأمانة قد خصصت 4 مواقع لعقد اللقاءات التعريفية، وهي حديقة الورود 3 وحديقة الضحى ومدارس الخليج الأهلية للبنات ومسجد علي بن أبي طالب. للحديث حول هذا الموضوع يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل سليمان الجبر. مرحبا بك سليمان. بداية، ما هو رصدكم لآراء السكان عن مراحل مشروع مواقف الرياض؟ نعم زميلتي منى، مسي عليك بالخير وعلى مشاهدي أخبار سعودية. نتواجد في اللقاء التعريفي بمشروع مواقف الرياض الذي تقيمه أمانة العاصمة لإطلاع السكان والأهالي والمهتمين بمراحل المشروع من سير أعماله، بالإضافة إلى الأهداف والمشاورة حول تفاصيل. طبعا اليوم الأخير لهذا المعرض الذي أقيم على مدار 3 أيام كما ذكرتي، كان يقام من الساعة 5 وحتى الساعة 10 مساء في 4 مواقع بحي الورود. المواقع 4 المخصصة وهي حديقة الورود رقم 3 وهي ما نتواجد بها، أيضا حديقة الضحى ومدارس الخليج الأهلية للبنات ومسجد علي بن أبي طالب. طبعا أمانة منطقة الرياض زميلتي منى أطلقت مشروع مواقف الرياض تفعيلا للشراكة الموقعة بين أمانة الرياض وشركة ريمات الرياض للتنمية، وهي الذراع التنموي للأمانة والممكن الاستراتيجي للقطاع الخاص مع شركة سوليوشن بي اس تي سي، طبعا التي تقود تحالفا محليا وعالميا زميلتي منى مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم. طبعا هنا لإنشاء وإدارة وتشغيل
التشغيل وصيانة المواقف العامة. بودي أن أخذ آراء الزوار والجمهور في اليوم الختامي. ينضم إلي أحد الزوار. بالبداية عرفني عن نفسك وكيف شفت مشروع مواقف الرياض في هالمرحلة الأولى. السلام عليكم، معك عبد الله اليامي. الصراحة المشروع جدا جميل ووفر على السكان جدا الكثير، وفبيفك الأزمة بالذات لسكان حي الورود كساكن. أنت ساكن بحي الورود، طبعا من أحد أهداف هذا المشروع مواقف الرياض هو إيجاد الموقف أمام المنزل وأيضا الاستثمار بالمواقف. كيف نشايف؟ صراحة مبادرة جدا جميلة، بالذات لأن حنا سكان حي الورود متأزمين. صراحة نتأزم إذا جيت أطلع ولا جيت أوقف عند منزلي ما أحصل موقف بسبب الأشخاص اللي جايين من برا الحي، فيوقفون في الحارة ما يحصل مواقف في الأماكن العامة، فيروح يوقف في الحارة، فأنا المتأزم الساكن هو. كيف شفت التطبيق؟ جدا جميل وسهل وواضح. صراحة أنا أول ما نزلت مبادرة أنا حملت على طول. شاكر ومقدر دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. نعم زميلتي منى، كان حديث أحد الزوار. بودي أن أتحدث عن هذه اللوحات الإرشادية. طبعا المواقف الرياض هناك بالمرحلة الأولى 10 مواقع، وهي المروج وحي الملك فهد والورود والرحمانية والسليمانية وجنوب التحلية، بالإضافة إلى غرب حي العلية والمربع والبطحة والنصرية. لدينا التطبيق، هذا شرح لهذا التطبيق وسهولة التطبيق لتحليل تحميله، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تطلقها أمانة العاصمة الرياض. هذا ما لدينا، أعود إليك للاستديو. شكرا جزيلا لك زميل سليمان الجبر على هذه المشاركة. تنطلق غدا أعمال القمة العالمية للبروبتكا في الرياض بتنظيم الهيئة العامة للعقار بمشاركة أكثر من 100 متحدث يمثلون 80 دولة. سوف تناقش القمة رحلة التحول الرقمي في القطاع العقاري ودور التقنيات الناشئة في تشكيل المستقبل ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وإتمام عملياته وخدماته. كما سوف تتضمن القمة عددا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكون فرص الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل. أصدر المركز تنبيهات باللون الأحمر من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، عسير، جازان، فيما توقع هطول أمطار كذلك على الرياض الشرقية، المدينة المنورة، نجران، في حين تستمر درجات الحرارة الصغرى بالانخفاض على معظم مناطق المملكة. شارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض سيال باريس، أحد أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الأغذية، بهدف فتح فرص تسويقية جديدة وتعزيز الشراكات التجارية. لفتح فرص تسويقية جديدة وتعزيز الشراكات التجارية، شارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض سيال باريس 2024، وهو من أكبر الأحداث العالمية في قطاع الأغذية والذي يستقطب أكثر من 160 ألف زائر. هنا سوق المستهدف في سوق الأوروبي عامة وسوق فرنسا بصفة خاصة، هو سوق يستهلك كميات من التمور كبيرة جدا، ولا هي متعودة على المنتج السعودي في السابق. هذه المشاركة شكلت منصة عالمية لاستعراض التمور السعودية والترويج لها ضمن سياق تنافسي دولي، ما يعكس أهمية التمور ومشتقاتها كمنتج سعودي استراتيجي على مستوى السوق العالمية. نحن شركة تراث المدينة، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتقديم التمور من أراضي السعودية بهوية سعودية تمثل وتليق بوطننا الغالي، وذلك لتعزيز وجودها في السوق الدولي. تمكننا الحمد لله بتعريف منتجاتنا، خاصة التمور الفاخرة تحت علامة ميلاف، والوصول إلى عملاء جدد على المستوى الأوروبي والغربي. حققنا الكثير من الأهداف الرئيسية مثل توسيع شبكة العلاقات الدولية في التصدير وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية، ولكن لا يزال هناك طموح أكبر لتحقيق أهداف أكثر استراتيجية في هذا السوق المهم. إحنا هنا موجودين مع مركز الوطني للنخيل والتمور، قاعدين نقدم حلويات
وبعض الوصفات بالتمور عشان نوري العالم من كيف نحن نقدر نستخدم التمر في منتجات مرة كثير. لم تقتصر المشاركة على تسويق التمور فحسب، بل ركزت أيضا على بناء شراكات تجارية قوية مع الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقا جديدة لرفع القيمة التصديرية وزيادة العوائد غير النفطية للمملكة. كما عكست هذه المشاركة التفاعل المتناغم بين تراث المملكة الزراعي وثقافتها الأصلية وبين الابتكارات الحديثة، مما أسهم في تعزيز الهوية السعودية وإبراز مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع الزراعي العالمي. ولقت مشاركة المركز الوطني للنخيل والتمور إقبالا واهتماما كبيرا من زوار معرض سيال، حيث أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالتمور السعودية وبالمنتجات المستخلصة منها. قبل الختام تذكر بأهم العناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء المقبل في الرياض. بيان مؤتمر المانحين الختامي في جدة يؤكد تقديم أكثر من 1.1 مليار تعهدات لمنطقة الساحل وتشاد. والمملكة تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد. بدءا من الغد انطلاق أعمال القمة العالمية للتحول الرقمي في القطاع. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.